من العراق إلى المترهلين والبدناء في الجيش العراقي، إما الرشاقة أو التسريح. وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية تداولها المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي. الوثيقة تتضمن تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة إلى التقاعد في حال فشلوا في خفض أوزانهم. تتضمن إلزام الضباط المترهلين برتبة ملازم نقي بفحص بخفض الوزن، والأهم الأمانة وعدم المجاملة عند إصدار النتائج، وسيكون على البدناء الالتحاق بدورات رياضية على أن يتم فحصهم دوريا وفق جدول زمني محدد. المزيد مع زينب المشاط من العراق. لا للكروش في صفوف الجيش العراقي، هذا ما وجه به رئيس أركان الجيش في العراق موجها بفحص أوزان الضباط وإحالة المترهلين منهم إلى التقاعد. القرار لاقى قبولاً كبيراً من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لاعتبارات عسكرية متعلقة بالرشاقة والقوة البدنية، إذ يجد الكثيرون أن غالبية عناصر الجيش العراقي بعد عام 2003 يعانون السمنة والبدانة، وهذا يخالف الشروط التي يجب أن يتصف بها الضابط أو العنصر المنتمي لهذه المؤسسة. والله غير مثل أحسن، تخذ دورة رياضية أو ترهيل حتى يعيد نشاطه من جديد، هو احتمال ضابط كفو يعني حرامات نخسره. بشكل عام ضروري يكون الضابط مسوي دايت، لأن هو يعني عمله يحتاج إلى سرعة حركة، بالتالي إذا هو عدى كرش يسميني شرح يتحرك إذا صار في التعرض أو في المواجهة. فأنا أشوف قرار كلش جيد يعني مع هذا القرار، لأنه بالتالي هم واجهتنا، هم الواجهة اللي تمثل هذا الشعب. من الناحية الصحية ما ممكن ضابط وبرتبة كبيرة أنه لا يستطيع التحرك من مكانه، كيف يستطيع أن يتحرك في معركة ضد العناصر الإرهابية، لا سيما ما زالت هناك بقايا من عدها. من جهة أخرى يلاقي القرار سخرية لدى البعض، فيصفون الوزارة بالكارهة للبدانة، كما يرى آخرون أن هذا القرار يشكل نوعا من التنمر ممن يعانون السمنة.